طيب الباحة الآن لو نظرنا إلى الشارت الاستراتيجي، في عندنا خط هنا مكسور في غاية الأهمية. نحن نتمنى الإغلاقات الشهرية على الأقل ترجع فوق. شوفوا هو لما كسر العظام كسر هذا الخط. شوفوا إلى الآن لم نستطع حتى الآن، مع أنه حاولوا يختبروه يطلعوا فوقه، لكن على الشهري ما زلنا تحته، وهو عند 13 ريال أو 12 ريال و98. هذا الخط الاستراتيجي أنا حبيت أوريك قبل ما أحلل على اليومي، أوريك أنت بالضبط في أي مرحلة. أنت ما زلت لما كسرت المنطقة دي دخلت في مرحلة، شوف أبعادها فين، ممكن لا قدر الله كانت توديك حتى مستويات 9 ريال و70. هذه المرحلة إذا أنت خرجت منها وأغلقت فوق 13، يا سلام كده تبدأ تتفاعل إنه ممكن أنا يتحسن وضعي تدريجي. شايف؟ شوف من بعيد المنظر ده، هذا المنظر أباك تحفظه. كيف الباحة نطمن لها لما تكون على الشهري فوق 13، لكن مو بالطريقة دي. بالطريقة دي أنا كأني مهدد دائما، لو أرجع أكسر القاع 11-30 ممكن أنزل إلين 79 أو أنزل إلين قاع 2008 هنا، وهذا القاع يقرأ عند 8 ريال و90 أو 8 ريال و89 هلل أو 8.90. شايف المنظر ده من بعيد؟ هذا المنظر يسموه المنظر الاستراتيجي، اللي أنت تأخذ فكرة عنه أنك أنت في أي مرحلة. لو جيت أبغى أرسم لك خطوط عرضية أوريك المراحل والأدوار هتشوف بعينك الآن. شوف عشان تعرف أنت في أي دور تاريخيا بالنسبة لحركة الباحة. تقريب شوف برضه ضمن نظرية 3-5-7، شوف الخط الثاني قريب 17 ريال و85، هذا لو قريب المتوسطين. هذه مرحلة أنا عشان أدخل وألعب في المرحلة اللي ممكن استراتيجيا تخليني أتحرك، معناه لازم أكون دائما فوق 13 عشان أتخيل نفسي أني ممكن ألعب من هنا لهنا في الفترة القادمة. خليني أروح الآن على اليوم. على اليوم الحمد لله الأمور جيدة زيها زي كل شركات السوق، بوجودنا دائما فوق متوسط 50، واختراقنا لهذا المطب حق نوفمبر اللي كان عند 12-32 والمتوسط 12-52. خلاص هذه صارت دعوم الآن على اليوم في حال تراجع البحر المتوسط والمطب. إيش المقاومة اللي في وجهي اللي نحن قاعدين نتكلم عليها دي، اللي هي الآن عندنا 12-96 12-98 وعندي 13-30 قاع سبتمبر، بعدين انكشف متوسط 100 وانكشف قاع شهر 7 اللي هو حق جولاي أو 6 وهذا عند 13-52 هلل. يعني بالعربي عشان يتحرر مظبوط الباحة لازم يعدي متوسط 100 عشان ندخل ويكون إغلاقاتنا قوية مع نهاية يناير اللي ممكن يكون بعد أسبوع من الآن أو بعد 5-6 جلسات 7 جلسات من الآن. لو عدينا 13 وأغلقنا فوق 13-52 هنا ممكن أنا أتوقع قفزة قوية للميتين أو للمطب ده ما بين 15-10 إلى 15-56 هلل. يا ريتك تحفظ الشارت وترسمه زي ما أنا بأرسم الآن. هذا الرسم ما بتبين لك المحطات الرئيسية المهمة في حركة الباحة. الباحة إلى الآن جيد، عشان يصير ممتاز لازم يعبر، لأنه هنا ممكن الحركة من هنا تصير أقوى من المنطقة دي إلى المنطقة دي، لأنه هنا حيكون فيها معطيان مهمين اخترقوا 100 و50. واضح؟ هذا شرح لسهم الباحة بشكل سريع. نسأل الله لك التوفيق، وبعدين لو كتب الله لك واخترقت 15 قلنا نحن حنكون في المرحلة الثانية اللي أبعادها 17-85. تعال نسحب الفيبو مع بعض ونقول للباحة فين أول 23 فيبو تقريبا. إذا أنا أبغى حاكي الباحة يحاكي المؤشر، الله أكبر، يعني قريب ب 17-16-62 متوسط 50 على الأسبوع. يعني الباحة الآن لو حب يطلع لأول 23 فيبو من قمة 33 قلنا 80 نجبر الكسر إلى قاعنا التصحيحي 11 ريال و32 هللة، معناها حتكون 16-60 متوسط 50 مع منطقة 23 فيبو من الموج. نحط الشارت على اليومي، يعني سبحان الله كلها ممكن تكون زي ما توقعنا. إذا وصلناها نكون نحن قريبين المحور اللي تكلمنا عليه على الشهري الكبير، وهذا الخط حق 17 ريال على النظرية بالضبط هو يقرأ هنا 17-8 أهل. هل يدخل الباحة في موجة تأخذنا إلين حدود الدائرة؟ هذه عشان نتفاعل فيها لازم نكون
نحن في الأصل حاطين في ظهرنا 13.52 هذا العلم، هذا تحليل الباحة الدباحة.